تاخذي اجرتك. ساكن عند المضخه اخي، جيت من كنت عم بشتغل بالاحوال قبل الثوره شوفير بلدوزر، صارت هالمشاكل وقفنا ما عاد اشتغلنا. بعدين قعدنا اخي وقاعدين، بعدين صار الضرب، صار الضرب ضرب قذايف بهالبيوت مثل مدارين والله الحامي اخي. وبعدين اخي صوبنا اول مره في الاجر، هي شظيه صغيره شلتها انا في ايدي، بعد شهر شهرين نبض لي عرق احمر هيك، بعدين صار اسود، ساعات صار اسود نزل الدم هذا طلع، الساعات طلع عالجتها جبت لها عصار اخي، انا حطيته نهار واحد، ساعات حطيته قام سلخ الاظفر والجلد سوا. صرت اروح على الميداني بعده، ساعات رحت على الميداني اخي يعالجوا لي اياها بالاول، هي حمرة شوي بعدين صارت تسود، الشظية مسممة طلعت، دكتور قال لي مسممة، عالج لي اياها عالج لي اياها ما مشي الحال، بعدين سودت قال لي بدي قص الاصبع تاري مادة لتحت على المشط، ردوا قصوا لي اياها من عند المشط، توجعني توجعني وجع يعني، اضل بعد ما يعملوا لي العملية أضل شهر ما وجع ولا أقعد ولا أحسن أنام ولا شيء. بعدين أخيو قالوا بدي أقص من فوق، قصوا لي إياها من تحت الركبة، والله من الحمد لله ما في حالة من تحت الركبة أخيو. راحت الأيام إجت شي سنة الأخر هاي من شي أربع خمس شهور كمان قاعدين حد المطبخ، إجا صاروخ رادمة، اول كل اجى قذيفة هاوين الحمد لله ما صابنا شيء فيها قذيفة هاوين، بس صاروخ الرادمة، صاروخ الرادمة اخيو نفضنا قصوا لي اياها كلها. الاجر الثاني راحوا قصوا لي اياها وضبوا لي اياها، وهلا هي صار لها ست شهور يعني تقريبا، ولهلا فيها وجع الحمد لله ما في نوم نهائيا، بالليل ايام لبعد اذان الصبح نصلي ومننام. والأحوال والله تعبانة كثير، تعبانة يعني لدرجة سيئة، أيام أيام والله الخبز ما بنجيبه والله العظيم. أي والله إلى أيام كل ثلاثة أيام حتى طبخة ما نطبخها، ما في لا غاز ولا في الأولاد ما بيشتغلوا، واحد بالثورة وهداك اخيو بصير له شغله حصاد بحصد بيجيب لنا اخيو، نهار بصير له شغله بيجيب لنا خبز ناكل، ما بيجيب لنا يا برغل، هو كله نعمه من الله والحمد لله رب العالمين. يعني بدي اتنقل بدي حدا ينقلني، وعيشتي صعبه كثير يعني، حتى انا من حالي يعني صرت اتضايق اصيح لانسان مارق من الطريق تعشيني على التواليت مثلا، تعال فوتني طالعني بدي اقعد بهالفي برا شوي اخيو، والله صرت يعني اتضايق من حالي من نفسي انا يعني، ساعات عم اصيح لانسان مارق بهالطريق بلاقيها صعبه كثير، والاولاد اخيو بيرقدوا هون وهون ويلا يدبروا حالهم يعني، ما في غير انا وهالحرمه هون وهالولد الصغير هذا اللي عند اخته. اي والله ويعني وقاعده بهدله، اذا بدي ازحف زحف ايام بجابر على نفسي بزحف زحف على التواليت بجابر، توجعني شو بدي اتحمل، ما في حدا، ما بلاقي حدا مارق من هون، بدي انجبر ازحف على هالبحص أو بفوت بدبر حالي أخي، والحمد لله رب العالمين.